عابد فهد في منزله بمشهد عفوي وكارث بشار نائمة فوق جورج خباز. شارك الممثل السوري عابد فهد مقطع فيديو مع جمهوره عبر حسابه في انستغرام ظهر فيه أمام شاشة التلفزيون في منزله وهو يقلد بعفوية أحد المشاهد القوية لشخصية عمران في المسلسل الرمضاني النار بالنار. وتفاعل فهد مع الجمهور من خلال هذا المنشور وعلق قائلا: مشاهدة ممتعة تدفع دينتك تاكل الملبن. وأثار مشهد من مسلسل النار بالنار بين الممثلة السورية كارث بشار والفنان اللبناني جورج خباز تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت فيه كارث في حضن جورج بعد أن تركت بيتها وسكنت في بيت خباز خوفا من عابد فهد، إلا أن المشهد الأكثر جدلا هو نوم كارث بشار وجورج خباز فوق بعضهما البعض، وذلك عند وصولها إلى منزله فور خروجها من السجن لتقع مشاجرة عنيفة بينهما وتنام كارث فوق خباز. روحي.